والشراء يا شيخ تعلم انه سارق ولا ما نبيعه؟ ما هذا اعلى سؤال؟ حكم الشراء تعلم انه سارق ولا ما نبيعه؟ الاخ يقول ما حكم الشراء من رجل اعلم ان هذه السلعه مسروقه؟ الشراء من الاخرين له حالات. الحاله الاولى ان تعلم ان هذه السلعه مسروقه، فهذه السلعه لا يجوز شراؤها لان الإعانة على المحرمات وفي نوع اقرار، ومتى ما فتح هذا المجال تنامى الى ارض المسلمين هؤلاء اللصوص يسرقون، وهذا قليل الدين والورع يشتري منهم وينتشر في المجتمع هذا الفساد، المجتمع هذا الفساد. وهذا في نوع عانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكر فليغيره، وهذا جالس يشتري الآن، يشتري أصحاب المنكر بدما يزيل هذا المنكر على المسلمين، وهذا البلاء جالس يشتري من هؤلاء اللصوص. الحالة الثانية أن لا يعلم شيئا عن هذه السلعة، هذه الأصل فيها الحل، هذا لا نزاع فيه. الحالة الثالثة أن تظهر أمارات مريبة على البائع يستشف منها المشتري أن هذه السلعة مشتبهة، ولا يقطع بأنها حلال ولا يقطع بأنها حرام، ففي هذه الحالة يدعها ويتركها من باب الورع، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبه، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبه، ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهذا يجرنا على مسألة بيع جوالات الكاميرا، ما حكمها؟ ما حكم بيع جوالات الكاميرا؟ ما حكمها؟ وهذا على القول أيضا بإباحة الصور التي فيها، هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تعلم أن المشتري يستخدمه في الحرام، فهذا يحرم بيعه، والمال المقبوض على ذلك حرام، وكل مقبوض على ذلك حرام، وكل مال مقبوض على منفعة محرمة فهو حرام. النوع الثاني أن تبيع على من يستخدمه في الحلال، فهذا حلال. الحالة الثالثة أن تبيع على من لا تدري عنه، يحتمل أن يستخدم في الحرام ويحتمل أن يستخدم في الحلال ولا تدري عنه، فهذا الورع تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث صحيح، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، لأن هذا يحتمل أن يستخدم في الحرام فتكون معينا على هذا الحرام. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويحتمل يستخدمها في الحلال، فأنت ما تستطيع أن تلزم بشيء فتتدعه. أما قول الآخر يقول لو اشترط عليه، إذا كان يلتزم بالشرط، لأن بعض الناس قد لا يلتزم، إذا كان يلتزم ما في شيء، ما عليك حرج في ذلك، لكن يبغى تنبه لذلك، لأن نرى كثير من الخلق اليوم استعمل هذه الأجهزة للمحرمات، ما يستخدمها للحلال أو الدعوة إلى الله جل وعلا أو لتوجيه المسلمين أو نحو ذلك، استخدم هذه الأجهزة للمحرمات. تصوير هذا